فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا حضر إلى الصلاة من يحتاجون إلى الجلوس على الكراسي في صلاتهم وقد حضروا مبكرين إلى الصف الأول، فهل للإمام أن يرجع أولئك إلى الخلف بدعوى أن هذه الكراسي تخل بالصفوف؟ لا، ما تخل بالصفوف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. وهذا يشمل صلاته منفرد وصلاته مع الجماعة، ولا تضيق عليهم. نعم.